أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن الحكومة العراقية ستعمل على كثير من المهام التي تخدم الشعب العراقي بالدرجة الأساس، لافتا إلى أن تلك الجهود تتطلب دعم الكتل والأطراف السياسية، فضلا عن ضرورة دعم الدول العربية والمجاورة. الحكومة العراقية كثير من المسؤوليات التي ستعمل عليها وبما يستجيب لإرادة شعبنا من أجل الإصلاح والبناء وتعزيز فاعلية العراق في محيط الإقليمي والدولي. هذه المهمات تتطلب من حكومة الكثير من القوة والحزم والحكمة، كما تتطلب من جميع القوى الوطنية مساندتها، ونتوقع أن تحظى جهود الحكومة بتفاعل إيجابي من دول الشقيقة والصديقة.